أقيمت تحت رعاية سمو لواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد بالحرس الملكي بقوة دفاع البحرين، وذلك بحضور سمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وقد بدأت المراسم بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، بعدها أطلقت طلقة واحدة ثم وقف الجميع دقيقة صمت، ثم أطلقت طلقة واحدة أخرى لإعلان نهاية الصمت. سلام سيدي سمو قائد الحرس الملكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سيدي دقيقة صمت حداد على أرواح الشهداء. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم.
وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا واعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ألقى سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي كلمة بهذه المناسبة. ولا يسعني إلا أني لازم أذكركم أني أنا شخصياً حفيد لشهيد لهذا الوطن حاكم البحرين الشيخ علي بن خليفة، سالت دماءه في معركة دفاعاً عن مملكة البحرين. فالله يتقبل جدي الشيخ علي بن خليفة شهيد من شهداء هذا الوطن. فالآن لازم نعرف ليش مملكة البحرين عصية لكل من طمع فيها، لأنها من حاكم إلى جندي إلى مواطن سيل دماءه في تربتها. والأمانة اليوم تبقى في رقابنا نحافظ على هذه التربة اللي ربينا فيها واللي تشبعت من دماء شهدائنا الأبرار. واليوم يشرفني أن أكون معاكم في هذه الوحدة العريقة اللي سطرت التاريخ وسجلت الأرقام ودافعت عن مملكة البحرين في الداخل والخارج. وثمن سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عطاء شهداء الوطن الأبرار وما قدموه من أروع آيات التضحية والفداء للوطن، مؤكدا سموه على أنهم جسدوا تاريخا حافلا مشرفا بالتضحيات والبطولات سنسرده لأبنائنا وللأجيال القادمة، وأن دماءهم الطاهرة ما هي إلا عنوان من تفانيهم وحبهم وإخلاصهم لمملكتنا الغالية، مما عاهدوا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على ذلك. وفي الختام حث سموه الجميع على التحلي بصفات شهدائنا الأبرار وأن يقتدوا بما حققوه من تضحيات نبيلة مرتكزة على الشجاعة والإقدام.